بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله.